سيده مريضه سرطان وصلت للمرحله ديال العلاجات التلطيفيه، ما تخيلوش الحاله ديالها، اللحم ديالها كيطيح. وملي جات للسبيطار جراو عليها ما استقبلوهاش، قال لها خرجي علينا برا ولا نجيبوا لك البوليس. عيطت ليا، دخلت كرئيسه جمعيه ديال مرضى سرطان. ملي دخلت جا الامن وفعلا تفرض عليهم ان دخلت للسبيطار. الوقيته اللي دخلت للسبيطار ما راعوها، ما اعتنوا بها في الليله الاولى، البارح النهار كامل، حتى اليوم جاوا شدوا واحد السيده اللي هي مريضه سرطان، عنفها واحد سيكيوريتي وخذا ليها البورتابل صحه وعيطوا للبوليس مره اخرى على اساس ان مريض سرطان خصو البوليس، ولا كل مره كيهدوهم بالبوليس. وخذوا لها البورتابل ودابا حتى جيتو نتوما تجاو المنابر الاعلاميه وسمعوني جيت وقلت لهم والله ما غادي نسامح في حق هاد المرضى ديال السرطان. عاد دابا تنسمع انا مركبوا ليها السيروم وبدلوا ليها حالتها، مع العلم حنا اللي مقابلينها كجمعيه، ووحده من وسط السبيطار كتقول انها الله اعلم واش حارس عامه ولا لا، كتقول انا حارس عامه، كتقول لهم عيطوا لديك اللي كانت كتهضر عليها تجي تبدل ليها وتجي توكلها. وعلى قبلها حنا اليوم واقفين، حنا من اجل الكرامه ديال المريض، حنا من اجل الانسانيه، راه الحيوان ما كيتلاحش فما بالك بالانسان. ما نقبلوش اي مريض سرطان يتلاح للشارع، ما غاديش نقبلو اي مريض سرطان يتعداو عليه، ما غاديش نقبلو اي مريض سرطان يتهان. حنا في دوله المؤسسات، دوله الحق والقانون، والحق في الصحه هو حق دستوري. ملي تنقولوا حق دستوري خاصهم يديروا الواجب اللي عليهم. هذه صرخه ديال مريضات سرطان، كلهم هاد اللي واقفين هما مريضات سرطان، صرخه للسده العاليه بالله جلاله الملك باش يتدخل من اجل علاج مرضى السرطان بالمجان، من اجل ان تكون مراقبه داخل مراكز العلاج، تعرف الادويه واش كاينه، يتعرفوا هاد الناس واش كيديروا الوظائف ديالهم كما ينبغي، لان هذا راه اهمال. راه اللي وصل هاد السيده باش اللحم ديالها كيطيح راه هو الاهمال. واحد العدد ديال الحالات ممكن تسجلوا معاهم. تخيلوا ان السرطان كان كيكون في مرحله مثلا مرحلة أولى باقي يلاه في الستة ديالها، دابا كاين اللي وصل لها الكبدة وكاين اللي وصل لها العظم، علاش؟ حيت الدواء ما كاينش وكينقطع بثمان شهور، بست شهور، رونديفوات ديال الأشعة، رونديفوات ديال مثلا لي غاديو لي سكانيغ لي غام، هاد الناس سالين، سالين أيبقاو كيموتوا قدامنا وحنا كنتفرجوا.